ولا السيدة. أنظف وأبرك مكان فيك يا مصر. لو لا قدر الله حصلك حاجة 100 إيد بتتمدد ساعدك. مش أحسن المناطق اللي ما تبقيش عارفة جارتك اسمها إيه. عيد أنا عندي 11 كومباوند وشريك في 6 وأملك فوق 700 عمارة في أشيك أماكن فيك يا مصر. مش مستنى حد يقول لي عزل. ولو عايز أعمل كده كنت عملت كده من سنين. أنا اتولدت هنا وهموت هنا. وحظي الحلو إن أنا مولود السيدة زينب.